بناء مجتمعات أفضل وتعزيز روابط الانتماء إلى حضارة وتاريخ والاعتزاز بهوية إنسانية تحدث العلامة الفارقة هي مفردات بل محركات لرسالة الفن والإبداع بلمسة السحر والجمال التي تخاطب الحس الشعوري والجانب المشرق لدى الإنسان. وللحديث بقية، أهلا بك. مشاهدينا في مملكة الإبداع، نسعى جاهدين إلى إيجاد العناصر المناسبة لمعادلة الفن الحقيقي، ونحاول إملاء الفراغات الناتجة عن اختلالات وإكراهات وهفوات. وهدفنا دفع أي مشروع فني نحو تحقيق المراد، لكن شرط أن يكون ذا بعد اجتماعي ثقافي بناء. ولإغناء الحوار في هذا الاتجاه، يسعدني أن تكون معنا اليوم فنانة تشتغل على ما تراه مناسبا لمشوارها الفني من خلال العمل على مشاريع تحاكي الآخر بطريقتها الخاصة. ويسعدني أن أستضيف الفنانة سامية أحمد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ حسام، أنا سعيدة بتواجدي في بدايات حلقات هذا البرنامج القيم، وشكرا على هذه الدعوة. سعيدة بتواجدي مع الأستاذ الدافري، القيمة المضافة لهذه الحلقة. وكذلك يسعدنا مشاهدينا أن يرافقنا خلال هذه الحلقة مستشار البرنامج الدكتور أحمد دافري. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك. شكرا لك سي حسام، بارك الله فيك. أهلا وسهلا. إذن لنبدأ الحوار على بساط أحمدي سيدة سامية، وبكل موضوعية ومصداقية، يعني أنت من بين الفنانين القلائل ربما الذين لم يتأثروا بما يشوب الساحة الفنية اليوم من تنوع صاخب. يعني بداية، ما هي شروط ومعايير المشروع الفني بالنسبة لك؟ الشروط الأساسية هو الإيمان به طبعا، والإيمان به يستوجب أن يكون عندك تراكم تجربة ومعرفة وثقافة وآليات يعني مهنية لتخولك أنك تساهم في هذه العملية ديال الإبداع. المشروع الفني يبتدئ بفكرة، الفكرة نتقاسمها مع فريق عمل لكي آمن طبعا، وهذا شرط أساسي أنه يآمن بالفكرة، وأننا نحاول أننا نوصل هذه الفكرة أو هذا الخطاب بهذه اللغة القائمة بذاتها اللي هي لغة الفن، اللي هو لغة الإيحاء. لأن شرط الموسيقى أو الفن عموما هو أننا نوصل واحد الخطاب بدون ما نسقط في الخطاب المباشر، يعني بطريقة نخلي المتلقي يستشعر الرسالة اللي بغينا نوصلوها بدون ما نوقعوا في فخ الظاهر أو المباشر. طيب جميل، يعني تخاطبين الجانب الإيجابي والجانب المشرق لدى الإنسان طبعا. سيدة سامية، يعني مخاطبة الجانب الوجداني الإنساني والتأثير في الآخر، هذه أمور ليست سهلة. يعني برأيك اليوم على ماذا تعتمدين أو ترتكزين لإيصال الرسالة الفنية للآخر؟
أولا هي النقطة اللي كنبداو منها هي احترام ما أنوي أن أقدم، واحترام هذا المتلقي اللي كينتظر مني أيضا أن نقدم له منتوج جيد يعني يستجيب لشروط النجاح، لشروط اللي كتحملها القيم والمبادئ السامية والإنسانية. فهنا كيبدأ الأول الاشتغال على المشروع سواء كانت أغنية أو كان مشروع حفل بتيمة معينة، نشتغل على الشعر، على الكلمات اللي هو العمود الفقري لأي عمل فني موسيقي وغنائي، وبعد ذلك نتعامل بلحن جميل بتوزيعات من شأنها أن تلامس المشاعر والوجدان، وبذلك تؤثر في الآخر كذلك، لأن هذه هي النتيجة اللي بغينا نتوصلوا لها، وأننا نحس بأن كان عندنا أثر أو تأثير إيجابي وخاطبنا في هذا المتلقي جانبه المشرق والمضيء. بالنسبة لموضوع الغناء والفن بشكل عام، فهو عندما يمارس في إطار ضوابط مهنية فهو المفروض أن يرتقي إلى مستوى معانقة الناس كلهم، وبالتالي يحدث واحد النوع من الإشعاع والشهرة بالنسبة للفنان. بالنسبة إلى حالتك فنانتنا، هو أنه ربما إن قمنا برصد شارع مثلا المغربي وسألناهم عن سامية أحمد هل تعرفونها، ربما الكثير ما غادي يعرفكش. إلى ما هو سبب هذا الأمر؟ هل هو تقصير منك أم من الجمهور؟ مع أنه المسار الفني طويل، يعني طويل وثري. أكيد هو تقصير مني، أنا كنعترف بهذه المسألة هذه، لأن يمكن الطاقة اللي حطيت أنا في حبي للفن وشغفي ليه هو حطيته، ما عنديش انتظارات شهرة بقدر ما عندي انتظارات أني نحترم هذا الجمهور، هذا المتلقي، وأن نحدث الفرق وهو كيسمعني. فالاختبار الحقيقي في المسار ديالي كان هو أني نعرف واش أنا مآمنة فعلا بمشروعي الفني وبالأغاني اللي كنقدمها وكنأديها، وبالتالي هذه درجة علاتني أكثر وخلاتني نقول بأن في الأخير غادي نتلاقاو مع جمهور اللي غيقدر القيمة الفنية اللي عطيته، وهذا ما يحصل لي، لأن بالرغم ما كيناش هاد الشهرة اللي احنا كنشوفوها شهرة اللي زائفة ديال الريزو سوسيو، إنما أنا عندي الحمد لله عندي واحد الناس متلقيين اللي كيحبوها، حتى الكلام نوعي، حتى الرسالة الفنية. دكتور أحمد، يعني بالنسبة للكثير من الفنانين المحترمين هو أهم من الظهور وأهم من الشهرة وأنه يبان أمام الناس، لأنه عنده رسالة، هو مؤمن برسالته ويعرف أنه عاجلا أم آجلا سوف يظهر وسوف يأخذ حقه. لكن السؤال هنا هو هل يغني الفنان لنفسه أم للناس؟ إن كان يغني للناس نعم، فكيف يمكن أن ينتشر؟ هل العيب ربما قد يكون، لا أقول العيب وإنما التقصير، التقصير هل يمكن أن يكون في نموذج وأسلوب والشكل ونوع المادة التي يشتغل عليها؟ يمكن في المسار ديالي المتواضع في كل تجربة كنستافد منها، كل تجربة هي محطة اللي كتزيد تعليني باش نعرف فين كاين الخلل. دائما كانت التجارب ديالي ما تنكونش أنا، نعطيكم واحد السر، أي تجربة سابقة من قبل ما تنكون غير راضية عليها، لأن كنقول بأن كاين ممكن أن نقفز لقدام ونعطيها إضافة. وهذه من عوامل نجاح الفنان، أنه ما يكونش راضي عن نفسه وما يكونش راضي عن أدائه، لأنه مشان دائما يطمح دائما للأفضل. طيب سيدة سامية، اليوم سنقرب أكثر المشاهد من السيدة سامية، يعني كلاما حديثا وغناء أيضا. يعني اليوم تسمعينا شيء مقطع كذلك لايف باستوديو مملكة الإبداع على قناة ميديا تي في، واش تسمعينا اليوم؟ اختيار لقصيدة وأطل عام للفنان عبدو بالحاج، شعر لشاعرة عراقية عاتكة الخزرجي وتوزيع فؤاد خضري، مقطع صغير منه. تفضل. وتشابكت منا اليدان فليس بعد انفصام، عهد قطعنا للهوى والبر من شيم الكرام، ماذا أقول وقد تلاشى فيا صدق.
صوتي والكلام ماذا أقول، فدتك روحي ماذا أقول، فدتك روحي يا روحي يا روحي يا روحي، إن في صمت الكلام. يعني هذه الأغاني يا دكتور أحمد هي من الأغاني ربما اليوم كذلك النادرة في الساحة الغنائية التي تعتمد على العربية الفصحى وعلى القصيدة المغناة. نعم، وهنا يمكن أن نتساءل ربما ألا يمكن أن يكون هناك بالنسبة إليك ميل ونزوع نحو اللون المشرقي، علما أن هناك ألوان مغربية ربما على مستوى الإيقاعات، المقامات، المواويل، ويمكن الاشتغال عليها أكثر، حتى يمكن أن نجد ما يسمى بهوية فنية موسيقية غنائية مغربية. أكيد سيدي أحمد، يعني في إطار التقصير هو أني عندي أغاني مغربية كثيرة جدا، هذه غير واحد كانت إشارة فقط لحبي للقصائد العربية، لكن عندي من المغربي الكم الكبير. إذن أنا تقصير مني لا أعرف. لا أنا تقصير مني أنا، لا لا العفو، تقصير مني لأني ما حاولش نشتغل إعلاميا على باش إشعاع هذه الأغاني ونشر أكثر. نعم. الريبرتوار الغنائي يعني. نعم. لديها أعمال غنائية عديدة وجميلة ومنوعة أيضا. طيب سيدة سامية، اليوم المتلقي وكأنه يعني ربما يتفاعل أكثر مع الإيقاع أكثر من المضمون في الأغاني اللي كاين اليوم، يعني بما أنه يتفاعل أكثر مع الموسيقى أكثر من الكلمة، هل هذا راجع ربما لرداءة النصوص الغنائية؟ يعني ما كانش كلمة ربما تصل للمتلقي، أم أن يعني هذه الأغاني أو الأعمال الغنائية هي معمولة بالدرجة الأولى للترفيه والتسلية؟ هو شرط الترفيه والتسلية، مع أنه هذه الأغاني ناجحة عذرا. نعم. المقاطعة. نعم. نعم نعم، وهي ناجحة جدا. يعني كيف ما قلت الترفيه والاستمتاع والمؤانسة بالأغنية هو شرط أساسي، يعني ما يمكنش احنا نوصلوا واحد الخطاب في أغنية أو لشعر بدون ما نطمحوا أننا يوقع واحد الاستمتاع من عند المتلقي. فيمكن الإيقاع، يمكن اللحن، يمكن التوزيعات، هذا هو اللي كنشتغلوا عليه بطريقة ذكية باش نعرفوا نستشعروا فين كاين النجاح عند بعض الأغاني، ونخليو هذا النجاح نشتغلوا به لكن بالتيمة ديالنا وبالقالب اللي احنا كنشوفوه. نعم. جيد وكنشوفوه محترم للجمهور. تفضل. نعم السيدة فنانة، أنا أعلم بأنك أنت فنانة وأنا تابعتك من بعيد أعتقد وأنت تعرفين ذلك. طبعا. لكن ربما أنا أعلم بأن مثلا على مستوى الحفلات، الأعراس، اللقاءات الكبرى يحتاج الإنسان إلى مادة غنائية تدفعه. نعم. إلى أن يرقص. فهذا عادة الرقص يكون مرتبطا. طبعاً. بالغناء. وهذا لا أستثني. ألاحظ بأن أغانيك كلها لا تجعل أي شخص قادر على أن يتفاعل معها من خلال الرقص. أين الفنانة سامية من لون من الأغاني؟ هنا سأوجهنا. نعم. التقصير منك أستاذ دافري لأن عندي أغاني راقصة. راقصة. أعتذر أنا فقط مزحة. عندي أغاني راقصة يمكن فيها إيقاع وفيها. طبعا. طيب يعني أنت عندما تقدمين على يعني مثلا صناعة الأغنية وتحضير الأغنية، يعني تأخذين بعين الاعتبار سامية مع حفظ الألقاب أنه كاين فئات اجتماعية عديدة وأذواق عديدة وألوان وأشكال، يعني أنه لازم إرضاء الجميع لكي تصل الأغنية أكثر، يعني يكون أكثر انتشارا للعمل الغنائي. هو صعب جدا أستاذ حسام أننا نرضي الجميع في ظل ما يروج في العالم الرقمي. نعم. يعني صعب، صعب جدا. التحدي اللي عندنا هو أننا نآمنوا بهذا بمشاريعنا وبالأغاني ديالنا اللي كنقدموها، ونديروا واحد يعني العصا من الوسط، يعني بغاو الإيقاع احنا نقدموا إيقاع، لكن دائما نقدم ما هو جيد وما هو راقي، يعني ما ننزلوش للإسفاف وللرداءة فقط لأن الجمهور
الجمهور بغى. طيب وتعقيبا على كلامك، سنحاول مشاهدينا انه نتابع الان عرض لمقطع من كليب من اغنيه ما ندمش عليك، الحان المبدع محمد زيات وكلمات الشاعر محمد البتول. ما ندمش عليك، ما عندي علاش حتى ندم، الحب اللي كان جمعني بيك، الفصل الاخر راه تختم، انا بكترة حبي ليك القطران كنت ندوق وعسل، عمري ما طرحت السؤال عليك ولا فيك شكيت، تقدر تغدر وترحل، ما ندمش عليك، انا بكترة حبي ليك القطران كنت ندوق واصل، عمري ما طرحت السؤال ندمش عليك. والآن ننتقل إلى محور آخر، اشتغلت أخيرا على مشروع غنائي ربما يمكن هو باكورة هذا المسار، تمغربيت، وهو يعني تجديد للألوان الغنائية التراثية، يعني هنا نخاطب الذاكرة بلون إبداعي أو بطريقة إبداعية. أولا ما الهدف من هذا العمل سامية؟ في كل مشروع فني تيكون واحد الهدف مشترك، هو أننا ننتصر للإنسان فينا، ننتصر إلى الجانب المضيء والراقي فينا، ندافع عن قيم التسامح وقيم الاحترام الآخر رغم الاختلاف. فالتمغربيت بالفن ليس يعني ما كنتناولوش فقط التراث المغربي بطريقة غير كلاسيكية، ولكن أيضا نقول من خلاله أننا رغم هذا الاختلاف أننا هوية واحدة موحدة، وأننا مغرب واحد، وأن هذا الغنى هو اللي كيزيدنا رقي وكيزيدنا لحمة طبعا وتضامنا وألفة طبعاً ومحبة. نعم. أنا أعلم بأن لك رحلات فنية خارج أرض المغرب، حتى في وصلت حتى لآسيا يعني، وقمت بربط صلات فنية مع مجموعة من الفنانين هناك. نعم. يعني بالنسبة إليك، إلى أي حد استفدت من هذه الرحلات الفنية خارج أرض المغرب خصوصا في آسيا؟ نعم. في آسيا، في البيرو، في غرناطة، يعني مجموعة ديال الرحلات اللي كيف ما قلت تغلب الجانب الإنساني فينا، نتعرف من خلال هذه الرحلات على الإنسان الآخر، وترقينا وتخلينا أننا نحترم الآخر مهما كان درجة الاختلاف في العقائد، يعني العقيدة، السفريات وهذه الرحلات. طبعا هي درجات تعلينا درجات وتجعلنا أكثر تعاطفا مع الإنسان الآخر الذي لا يشبهنا بالضرورة، ويعني ننفتح على الآخر، ننفتح على الآخر مهما كان الخلاف. كيف كان استقبال الآخر؟ جميل جدا، لأنه اللي كيحسوا بأننا محبين وحنا مستقبلين لهذه المحبة ديالهم، فكتكون واحد التواصل وكتكون واحد الخيمياء بيناتنا جميلة جدا، وكنخرجوا بهذه اللغة الموحدة التي لا تعرف القيود ولا الحدود اللي هي الموسيقى. يعني غنيتي في السفريات ديالك، والآن كذلك راح ترجعي تغني كذلك أمام جمهور مملكة الإبداع على قناة ميديان تي في. مقطع آخر. نعم. نختار لكم أغنية من الشاعر محمد أسقلي، اللحن لبشرى نيت القادي وتوزيع فؤاد خضري، شايف فيك الخير وشايف فيكم الخير وفي هذا البرنامج. شكرا. وفيك كذلك. بارك الله فيك. شايف فيك الخير مخبرني قلبي، وناوي فيك الخير والعالم ربي،
شايف فيك الخير مخبرني قلبي، وناوي فيك الخير والعالم ربي. تو هو وانتي وهي، وحنا جميع كبير وصغير، وحنا جميع كبير وصغير. بدا براسك دير الخير تلقاه انت وناسك، وحتى الغير معاه. بدا براسك ودير الخير تلقاه انت وناسك، وحتى الغير معاه. ونتمنى الخير للجميع دكتور احمد. جميل جدا. عجباتك دابا ممتاز ممتاز. الله يبارك فيك. طيب، يعني في الفقره الثانيه من هذه الحلقه ستكون فقره في الصميم، وهي عباره عن مجموعه من الكلمات بحاجه لاجوبه سريعه ومختصره سيده ساميه، لنرى ما هو صدى محتواها لديك. اليوم القوة الأكثر نجاعاً في حياتك اليومية؟ بعد المحبة التعاطف. عندما تضغط عليك ظروف الحياة، أين تجدين الملجأ والشعور بالأمان؟ إلى الله، إلى خالق هذا الكون. طيب، ما الذي يشعرك بالاستياء اليوم؟ بعد الانكسار الظلم. طيب، ما الذي يسعدك؟ أن أكون أقدام خير على الناس، وأن أستشعر السعادة من خلالهم، لأن السعادة معدية. وما الذي يبهرك؟ من يستطيع أن يخرج بمدرسة قائمة بذاتها رغم تأثره، بمدرسة فنية وإنسانية كبيرة جدا، زياد الرحباني. وتحية لهذا الفنان والهرم الكبير طبعا المبدع. تفضل أستاذ أحمد. أنواع الأغاني التي تزعجك عندما تجدينها في قناة معينة تضطرين إلى تغيير القناة؟ حيت انا عندي طاقه عاليه في استشعار عدم الصدق، ملي كنحس بشي واحد ما مصدقش داكشي اللي كيدير. بالاخير يعني لخلاصه القول، لخلق يعني جسور ما بين الانسان وموروثه الثقافي والحضاري والتاريخي عن طريق الفن، ما هي المعادله بالنسبه للسيده ساميه؟ الجد والاجتهاد، العمل المكثف، وتنميه الذات، سواء يعني ب لزوتي الأدوات. الأدوات ديال العمل والاشتغال، موسيقيا ثقافيا وإبداعيا. نعم، في الأخير سعداء بحضورك معنا، شكرا جزيلا على هذا الحضور الجميل. شكراً، ونتمنى لك التوفيق في بقية مسارك سامية، لأن الساحة الفنية هي بحاجة وتواقة لأعمال غنائية راقية وفيها الكثير من الإبداع. شكرا لك بزاف. شكرا، أنا سعيدة ومحظوظة بوجودكما في هذا البرنامج، وأن نكون في بدايات هذا البرنامج الذي سيعرف النجاح أكيد وإشعاعا أكثر. شكرا أيضا للدكتور أحمد دافري. شكرا جزيلا دكتور على حضورك طبعا، ودائما هذه المداخلات القيمة. شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا، قالوا إن الفن هو الأسلوب، وإن الأسلوب هو الإنسان. فالحياة ليست نظاما لدعم الفن، وإنما الفن هو نظام دعم للحياة. فالفنان يرى ما لا نراه، ويتفنن في إعطاء نكهة ومعنى لما بين السطور، لأن لغة الفن ليس لها حدود، فتأثيرها يصل مسامع ووجدان الجميع. شكرا لوفائكم، تحية وإلى اللقاء. مرفرف الدلالي، هواه انس الليالي، ترى يهوى جمالي، ترى ترى ترى. الفاتر الجفون، نداء دمع العيون، ترى يسري حنين، يا